السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأعزاء، كيف حالكم؟ اليوم عندنا كرايسلر 2000 يمكن 12-13، زي ما شايفين كان عملنا المفتاح الدور الفات، والآن الطريقة الثانية take a picture of the VIN number، صور لي رقم الشاسي. This car، السيارة دي يا جماعة غيروا فيها الجيروبوكس المكنة كمبيوتر بتاعت المكنة. طيب تم تغيير الكمبيوتر المكنة، وبعد ده السيارة شلت السيكوريتي بلينك ما بتدور معانا. طيب نعمل شنو؟ عندنا حالتين، لازم تكتب رقم الشاسي، بس تغير رقم الشاسي. تغيير رقم الشاسي مرات بتحصل انه السيكوريتي كود ما بيتحول للعربية، فبتلقى انه السيكوريتي لايت بيكون مولع، ولكن دي كرايسلر طبعا دي داش وكرايسلر وجيب كلهم واحد، يعني نفس العمر بتاع السيارة ده، السيارة دي ممكن بيكون هي نفس الطريقة اللي بنشتغل بها. طيب ممكن تمشي اوتوماتيكالي وتغير الكمبيوتر بيمشي بغير لك الحاجات، لكن حصل انه قبل كده عملنا برمجة وكت، بدل ما ده 2016 بدل ما يعمل لنا الكتابة قام غير، بدل ما يغير رقم الشاسي قام كتب لي الكمبيوتر الجديد، كتبوا لي في طبعا ده الرقم 94-17، كتب لي رقم الكمبيوتر الجديد في الوين نمبر في الوين ماجول. هنجي على الكنترول ماجول ايموم ريبليسمنت تشيك فين، دار نعمل بس الفين نعمل تشيك وكده نشوف هل نقدر نسويه ولا لا. هنا طبعا الرقم بتاع الشاسي هنا 30، واذا جينا هنا بنلقى الرقم بينتهي ب 0101، فخلينا بس نمشي نغير، نقول لا، نعمل اوكي، نمشي هنا ونبدا نمسح هذا الرقم. والرقم ده 2 تشارلي 4 رابر ديفيد جورج، هي طبعا نفس الرقم، ولما يكون الرقم ما صح جورج بوي جورج اكس راي بعدك جورج روبرت 22 0101 0101 0101 0101 22 روبرت جورج اكس جورج بوي جورج روبرت 4 تشارلي سي. طيب نقول كويس، نعمل انتر ونقول لنا اوكي كده نشوف، بقول انتر ما في ريكويرمنت ليه، خلينا نبدا تاني من جديد. طيب نقول انتر، نقول له اوكي، يكتب الرقم الشاسي، اتكتبت. بعدين نرجع تاني من جديد، بامكانك انت ممكن تمشي وتعمل طريقة تانية، تقول ريبليس باور كنترول ماجو اللي بيعمل نفس الطريقة، لكن خلينا نرجع ورا ونشوف، نكتب نقرأ من جديد هل بيقرأ لنا الرقم ده، كان 630 630، خلينا نقرأ، نمشي من جديد. نشوف هل في تغيير ولا لا. وشايفين ده ممكن يكون مولع، لكن السيارة ممكن تطفي سويتش وتعمل ريسيت للإجنيشن، ممكن يمشي معك، لكن مرات ما بروح معك. فكرة خلينا نشوف الإيمو، رغم الشاسي كان مختلف. خلينا نشوف نقرأ البين نمبر بعد ده. الداتش كويس، بدينا رقم الشاسي او رقم الكود بتاعت السكيورتي. فابيك
شاف الرقم بتاع الشاسي جانا صح. طب انا بطفي السيارة، تدور البطارية منتهية، نكلمه يجيبوا لنا بوستر، وبعدك نرجع نعمل مسح لكل السيارة. طيب نمشي للدايجنوسيس بعد ده. ده الفحص، نقول اوكي ادانا السيارة كله، دي السيارة يا جماعة، تقول نعم. ولو ملاحظين السكيورتي راح، اللمبة بتاعت التأمين راح. انا بعمل الفحص كله، مش عايزين الحط، عايزين بس الدايجنوس وكل الكنترول يونت. لا نرجع نعمل كل العربية. اوكي لا نقول كونتينيو عشان نعمل الفحص العام. خليكم معانا، طبعا مكان الكمبيوتر موجود من هنا، عايزين نعمل بوستر. هذه السيارة الكمبيوتر بتاعه موجود من الناحية هناك تحت، شايفين هناك تحت، هناك حاطين هناك للتبريد، شايفينه اخر حتة هناك. وطبعا دي بوستر نظام جديد الكترونيك. طيب طيب نمشي ندور. البطارية كانت ما بتدور لكن الآن بتدور. السيارة دارت الآن. السيارة لازال فيها خربطة، خلينا نشوف الفحص هيجينا نتيجة الفحص. المكنة والاي بي اس، خلينا نمشي على المكنة. شغالة كده ريد كوتس. اير فولوميتر ليك، هاي اير فولو فاكيوم ليك ديتكتد انستانتونيوس اكيوميليشن، ذاتس واي. You have a leak. There is a leak. Yeah, and the manifold leak. You see the coat here? Come, I show you. You see here? No, before not started. Yeah, you see here? You say high airflow vacuum leak detected. So get clean this coat and check it. We'll see what happens. Okay, yeah, before not start. No, I programmed that one. Thank you for watching. Please subscribe, share, and like. How much is? You have to fix the leak, right? So now everything look good. So I'm gonna turn it off. We have to look for the leak
and check it out. Thank you for watching. Please subscribe, share and like. This is Muhammad Harun Idris and see you in another video.